على مراد الله ولينا نعيشوا كيما عالم البحار. حوت ياكل حوت وقيل الجهد يموت. ايش تفرج المسؤول عنا في الحومة؟ شوف الميزيريا والوجوه المغمومة والمهمومة، واللي كان يحلم بمستقبل زاهر ولا في قائمة العباد المظلومة. اللي تظنوا عصفور مزيان يطلع البومة. العون اللي موجود باش يخطبك ويحميك هو اللي يظلمك وبشهد الزور يقضي عليك. حبس بيبان ديما محلولة هي البلاصة اللي باش تقويك. يقتلوك عرق بعد عرق ويقتلوا طموحاتك وما على بالهم بيك. وقت اللي تفقدت فيه برشا مواد غذائية أساسية عوضوه بالغبرة والزطلة والدريق، هذاك عملوه ثنية. تي بالله ويني حقوق الإنسان والكذبة اللي سميتوها ديمقراطية؟ سيستم يشجع على التسكع والرذيلة والريديكالية. قيسونا انتخبتك و2019 عملتلك حملة مع المتطوعين. انتي شريف وظيف لكن دايرين بيك برشا ثعابين. بلادنا غرقت والزوالي حتمور بحر تعبى بعدد المفقودين. ناس مافيا لا تخاف ربي ولا يخافوا يوم الدين. ممنوع عليك تحلم وممنوع عليك تكون طموح. فما اللي في كرش وجيعان وبسره جبلي ما يبوح. شخلى شبابنا يحب يقطع من البلاد حتى على لقشة لوح. ويني ويني يا بلدي وين هزيني؟ ويني 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 يا بلدي وين هزيني؟ ويني ويني يا بلدي وين هزيني؟ ويني ويني يا بلدي وين هزيني؟ تيران التوانسة مالناش بالخليج احنا ولا تحومة شعبية. الحكومات الفاشلة هي اللي في عوض تعطيك العيش الكريم تعوضهولك برضية. قليل اللي مسلكها والباقي يكثرهم في المحكمة عندهم قضية. عمري ما ريت والدين يقصوا على صغارهم بهذه الكيفية. كل من يشد مسؤول في البلاد كأنه في بقرة يحلب. الوضع ما يطمنش وما عاد شي ما يعجب. أحزاب تبدل في اسمها وكله في الفيس تقلب. مانيش نذم في بلادي ما عنده حتى ذنب ولا لوم. ومانيش نعمم خاطر موجود اللي يخدم ضميره يعرف ان الكرسي ما يدوم. لكن يا ما ناس كلمت على حقوقها وتلقاه بين القطبين مظلوم. ويني ويني يا بلادي وين هزيني؟ 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 الله غالب يا صاحبي، عندك ربي تو ياخذ لك حقك منهم. احنا في بلاد ظلم رانا، بلاد ظلم.